السلام عليكم خوتي لي زابني، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي بارطاجي معكم ان سيونس في لا صال، كيفاش رفورسي لي بيسكل لي جومب، كيفاش باش تكتسب اون بون ادابتاسيون. وهادو لي زيكزارسيس عندهم فايده كبيره من جهه لا بويسونس t'as le geste de battement de palmage avec palme ou tenir le hajlihir aham qui va t'accéder qu'adra hawaïa qu'adra t'istiab كمية d'oxygène ou l'oxygène في الدم ولكي تسهل عملية تدفق الأكسجين في الجسم وتزويد الأكسجين وتمكس من progression دائما ما يكون الجهد البدني مصحوبا بمجموعة من التغيرات المهمة في الجسم. مستوى أنشطة الجهاز التنفسي، حيث أن الأنشطة القلبية أي الاكتيفيتي كاردياك أثناء الجهد الذي تحتاجه العضلات النشطة للأكسجين في الاستهلاك يزداد لتلبية هذا الطلب في التنفس بشكل أكثر صعوبة، وما ينتج عنه في كثير من الأحيان عن زيادة في تدفق التنفس الهوائي. زيادة في تدفق التنفس نتيجة عن زيادة عدد الأنفاس التي تنتقل من 16 حركة في الدقيقة عند الراحة إلى 50 حركة أثناء القيام بمجهود، ولكنها تؤدي أيضا إلى الحجم الهواء المار الذي يتراوح من نصف لتر عند الراحة إلى 3 لترات أثناء شدة التمرين والإطالة. يجب أن ينقل الجسم الأكسجين والعناصر الغذائية بكميات كبيرة إلى العضلات. الاستهلاك إلى أقصى قيمة لا يمكن تجاوزها وتسمى بالـ VO2 max. الـ VO2 max في الحد الأقصى لحجم الأكسجين الذي يجب استهلاكه في الوقت المعين، حيث يظل هذا الاستهلاك ثابت عند مستوى خدمة. ومع ذلك يمكن تحسين قيمة الـ VO2 max من خلال تدريبات منتظمة وتكييفها في حدود التصرف الجيني لكل رياضي. نتمنى تكون استفدتوا من هذه الحصة التدريبية في القاعة، وإذا كان عندكم أي سؤال خلوه لي في التعليق.